مشاهدينا، بالرغم من التفاوت في شراء الأسماك لأن المستهلكين لمسوا زيادة في الأسعار، فيما أرجع المعنيون زيادة لعدة عوامل منها عدد الصيادين. شوف هذا التقرير معكم. بالسوق الكويتية وبشكل ملفت للأنظار، وذلك يعود إلى أسباب عدة. فاجأنا أن في الربيان مرتفع وايد أسعاره، يعني بعكس كان العام، العام كان على 65 67 يوصل ل 70 ماكسيمم، الحين يوصل ل 96، وكمية المعروضة قليلة، مو نفس اللي كان في العام، في العام السابق كانت الكميات معروضة بكميات كبيرة، الحين تفاجأنا أن الكميات قليلة فعشان كذي ارتفعت الأسعار. سبب الارتفاع أن أغلب الصيادين مسافرين، زين، وباقي الصيادين هم أماكنهم مغلقة، زين، مسكرين عليهم، هذا يسبب ارتفاع الأسعار. تراوحت سعر سلة الروبيان ما بين 90 إلى 105 دنانير، والحل لارتفاع أسعار الأسماك والروبيان بوجهة نظر المواطن ينقسم إلى قسمين. قلة سلال الروبيان اللي نازل السوق، يعني اليوم يعني تقريبا 100-150 سلة، فالطلب كبير والكمية قليلة، أكيد بتزيد الأسعار، زائد أن شركتين اليوم خذوا ربع السوق، وصلوا السلة ل 110 دنانير، المواطن ما يقدر يشتريها، ب 100 دينار ما يقدر يشتريها، هي سعرها الطبيعي 60. أتمنى من دور وزارة التجارة التجديد في السلع اللي قاعد ترتفع هذه، طبعا خصوصا السمك والربيان، يعني اليوم واصل الربيان 110 سلة الوحدة. عزوف المواطنين عن سوق الأسماك كان واضحا في الأيام القليلة الماضية لعدم رضاهم عن أسعار الأسماك الكويتية والمستوردة. عبدالله الصفار، لتلفزيون دولة الكويت.